الأراضية الأصيلة، وهنا أبناء دولة الإمارات، أبناء دولة الإمارات هنا على ظهور هذه الهجن الأصايل مباشرة إلى مقدمة الشوط. يا سلام صوغان ومن يمتطي صوغان، خالد بن علي بن سيف بن علي النعيمي على المركز الأول، المجسم مجسم قصر الحصن في الانتظار، بالإضافة إلى السيارة نيسان بترول ستيشن ينتظر أحد هذه الأسماء وأحد الفائزين. يا سلام مقدمة الشوط مع شاهين، المركز الأول مع شاهين وخالد بن علي بن سيف بن علي النعيمي، المركز الثاني أيضا القادم شاهين وخميس بن بليشة بن عبيد بن ثاني الاكتبي يحتل المركز الثاني، المركز الثالث وصل شاهين ويحيى بن علي بن سعيد الاكتبي، من يتقدم الآن على المركز الثالث؟ أحد الأبطال، أحد شباب دولة الإمارات يتقدم هنا على المركز الثالث. المركز الرابع وصل هنالك شاهين سهيل بن علي بن سعيد بن خليفة الاكتبي على المركز الرابع، وخامسا هنالك القادم شاهين ومن يمتطي شاهين خلفان بن مصبح بن محمد بن مصبح الكيبالي. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، وهنالك صوغان، السلالة الصوغانية، السلالة الصوغانية، ولكن شاهين يحيى بن علي بن سعيد الملعاي الاكتبي أحد المرشحين ينطلق الآن إلى مقدمة الشوط. النيسان يا سلام، أحد أشواط القدرة، أحد أبطال القدرة يتقدم الآن، الملعاي مع الناموس يثبت وجوده يثبت حضوره، يحيى بن علي بن سعيد الملعاي الاكتبي يقدم شاهين، وشاهين صاحب عوايد صاحب إنجازات في هذه المهرجانات وفي أشواط القدرة. سلام يا هل فلج المعلى وأم القيوين، سلام على هذا الانتصار شاهين يحيى بن علي بن سعيد الملعاي الاكتبي، تهانينا والناموس. المركز الثاني صوغان أم شاهين سيد خميس بن بليشة بن عبيد بن ثاني الاكتبي، المركز الثالث صوغان خالد بن علي بن سيف بن علي النعيمي، المركز الرابع وصل شاهين خلفان بن مصبح بن محمد بن مصبح الكبالي، المركز الخامس شاهين سيد سهيل بن علي بن سعيد بن خليفة الاكتبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، أشواط التراث، أشواط الأصايل، ومن فاز بمسار هذا الشوط، الملعاي من أثبت حضوره شاهين ملك السيد يحيى بن علي بن سعيد الملعاي الاكتبي يكرر هذا الإنجاز. دقيقتين 30 ثانية، 7 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس للملعاي الذي دائما وابدا يثبت حضوره في مثل هذه الأشواط التراثية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.